عن تاريخ بني إسرائيل وإنه الفراعنة هم اللي اضطهدوا بني إسرائيل وإنه الجيش غرق في البحر، كل ده ما كانش الجيش المصري ولا الفراعنة المصريين، وإنه الحقيقة إنه لا رمسيس الثاني ولا غيره من ملوك مصر هم اللي كانوا ضحية هذا الحادث الكبير اللي اتكلمت عليه الأديان المختلفة. لا، الملك الذي اضطهد اليهود في مصر والملك الذي خرج في عهده اليهود من البلد كان بالأساس ملك من الهكسوس وليس ملك من ملوك مصر المعروفين، وليس له أي علاقة بالأسرات المصرية المتعاقبة عبر التاريخ. يعني الحقيقة إن المصريين اتظلموا ظلم بين في التاريخ، واتظلموا ظلم بين في قصة الخروج التي أشارت إليها الأديان السماوية وأشار إليها القرآن الكريم. يعني أنت دلوقتي بتعتقد أن الفرعون اللي طلع بني إسرائيل من مصر كان فرعون مصري من أحد الأسرات المصرية العريقة؟ لا، الحقيقة أنه فرعون هكسوسي. وأنا بقى هقولك بشكل قاطع وحاسم لا جدال فيه، صدقني كل اللي أنت فهمته في التاريخ ده مش حقيقي وكذب في كذب، والفرعون ده من الهكسوس. أولاً بني إسرائيل كانوا عايشين في منطقة اسمها جاسان، ودي تقريباً محافظة الشرقية دلوقتي، يعني شمال شرق الدلتا المصرية، يعني المنطقة دي ما كانتش ضمن حيز الدولة المصرية القديمة في الصعيد، وكانت في التاريخ الذي نصت عليه الكتب المقدسة وأشير إليه في العهد القديم كانت هذه المنطقة تحت حكم الهكسوس. والأدلة كتير إن الفرعون اللي خرج بني إسرائيل كان فرعون هكسوسي مش فرعون مصري. أولاً في الكتاب المقدس يقولك إيه؟ يقولك إنه جاء إلى مصر ملك لم يكن يعرف يوسف. من في هذا التاريخ في سلسال الأسر الفرعونية لم يكن يعرف يوسف؟ كان هذا بالتأكيد حاكم أجنبي لم يكن يعرف يوسف ولا قيمته، وبالتالي تعامل بعنف مع بني إسرائيل في هذا التوقيت. ثانياً، ما فيش في أي معبد مصري أي بردية أو لوح جداري أو أي وثيقة بتقول إنه جيش مصر غرق بالكامل في البحر، والمعروف إنه لو جيش بحجم الجيش المصري والمعروف إنه لو جيش بحجم جيش إمبراطوري في عصر لم يكن فيه سوى جيش مصر وجيش بابل وجيش أشور، لو غرق الجيش المصري بالكامل بالتأكيد كانت الدنيا قامت وما قعدتش. فهذا بالتأكيد الجيش الغارق المنصوص عليه في الكتب المقدسة هو جيش هكسوسي. ثانيا، انت النهاردة عندك في نفس التوقيت بتاع خروج بني إسرائيل من مصر هو نفس توقيت استعداد القائد العظيم أحمس لمطاردة الهكسوس وحربهم وطردهم من مصر، فتزامن حراك أحمس ضد الهكسوس مع لحظات خروج بني إسرائيل من مصر في الخروج الكبير. يعني أحمس في أغلب التقدير وفي رأي مؤرخين كبار إن أحمس وهو يستعد لطرد الهكسوس من مصر كان هذا التمرد العبراني موجود في أرض جاسان وموجود في حضن المنطقة التي يحكمها الهكسوس، وبالتالي مع مطاردة هذا الجيش الهكسوسي لبني إسرائيل كان أحمس مستعدا للانقضاض على بقاياهم وفلولهم، وأيضا مستعد لاستعادة السلطة المصرية مرة أخرى على كامل التراب المصري وطرد هؤلاء الغزاة اللي حكموا مصر لسنوات طويلة. كان طبيعي إن هم يسموا في هذا الوقت ملوك مصر، وكان طبيعي إن هم يتسموا وينسبوا إلى الفراعنة، لأن خد بالك كل الملوك الغزاة اللي جم لمصر نصبوا نفسهم أساسا ملوك مصريين. انت لحد دلوقتي بتعتقد ان كليوباترا من أصول مصرية وان كليوباترا ملكة مصرية. نعم هي ملكة حكمت مصر، نعم بهذا التقدير هي ملكة مصرية، لكن الأساس انه كليوباترا بطلمية، يعني تنتمي إلى أسرة مقدونية كانت قادمة مع الإسكندر الأكبر وورثت الحكم فصنفت على أنها ملكة مصر. نفس الأمر انطبق على الهكسوس، أنهم نصبوا أنفسهم ملوك على مصر وأنهم اعتبروا أن هذا الجزء الغني الثري المليء بالزراعة وبالثروات هو أرض مصر وحكموها لسنوات طويلة، وبالتالي
إذا كان لا يوجد أي دليل على البرديات المصرية أو في الجداريات المصرية أو في الوثائق المصرية على غرق جيش مصري بأكمله، وإذا كان بني إسرائيل عاشوا في نفس المنطقة التي عاش فيها الهكسوس، وإذا كان بني إسرائيل عاشوا في نفس الزمن الذي عاش فيه الهكسوس وفي نفس الزمن الذي استعد فيه الملك أحمس ليطرد الهكسوس، وبالتالي نستطيع أن نصل إلى نتيجة أن الخروج كان في زمن الهكسوس. الأكيد أن فرعون الخروج لم يكن فرعونا مصريا ولكنه حاكم هكسوسي، هذا مؤكد. ثم هيطلع بقى حد يقول لك بهو إزاي بقى أنت بتقول كده، ده الملك رمسيس الثاني هو اللي كان في عصره الخروج. أولا تحليل مومياء الملك رمسيس الثاني أثبت أنه لم يمت غرقا وأنه مات بالروماتيزم وأنه كان مريض بأمراض متعددة منها الروماتيزم وليس الغرق، وبالتالي ينتفي الأمر عن رمسيس الثاني. خد بالك بقى أنه رمسيس الثاني ده 1299 قبل الميلاد، إحنا بنتكلم الخروج ده تقريبا 1400 لو إحنا حسبنا التواريخ المشار إليها في الكتاب المقدس في العهد القديم أو في التواريخ الأثريين اللي جم بعد كده. اطمن، مش ملوك مصر هم اللي خرجوا بني إسرائيل، مش جيش مصر اللي غرق في البحر، ده جيش هكسوسي. مش قلتلك هدهشك؟